السلام عليكم سنة خمسة. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس التاني في الوحدة الأولى بعنوان أنواع السياحة في مصر. إحنا خدنا في الدرس اللي فات يعني إيه السياحة؟ هو السفر مختلفة. يبقى أنا عندي السياحة دي أنا بسافر من مكان لمكان عشان أغراض مختلفة، يعني أسباب مختلفة. بمعنى إيه؟ إن أنا مثلا أروح عشان أتفسح، يبقى دي اسمها سياحة إيه؟ ترفيهية. رايح ألعب بطولة مثلا رياضية في دولة ما، يبقى دي اسمها سياحة رياضية. عندي مثلا رايح عشان أتعالج، يبقى دي اسمها سياحة طبية أو علاجية. يبقى أنا عندي الأسباب بتاعت السياحة إيه؟ مختلفة. يبقى لو لما يجي يقول لك دي متفسر تتعدد أنواع السياحة، ليه عندي أنواع من السياحة كتير جدا؟ لاختلاف الغرض منها أو السبب إيه منها، لكن عندي السفر ده أسباب كتير، يبقى لاختلاف الغرض إيه منها. طيب تعالى ناخد كده مع بعض أنواع السياحة في مصر. عندي أول حاجة اسمها السياحة الثقافية. حاجة اسمها إيه؟ السياحة الثقافية. بمعنى إيه السياحة الثقافية؟ بمعنى ان انا مثلا رايح عشان الثقافة، يعني جاي من معرفة، جاي من ان انا اعرف معلومات. يبقى ايه الهدف منها؟ الهدف منها المعرفة والثقافة. حلو جدا. يبقى السياحة الثقافية ايه الهدف منها؟ رايح عشان اتعلم حاجات كتيرة، حاجات جديدة. زي مثلا حاجة اسمها السياحة التاريخية، وده اول نوع من انواع السياحة ايه؟ الثقافية. اول نوع السياحة التاريخية. طب ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان انا ازور الاثار القديمة. ازور ايه؟ الاثار القديمة والمتاحف. رايح اتعرف على اثار مثلا اليونانية والرومانية والفرعونية والقبطية والاسلامية. انت دلوقتي لما بتروح الاماكن دي يبقى دي اسمها سياحة ايه؟ ثقافية. طيب ومصر احنا قلنا عندنا جميع انواع ايه؟ الاثار. عندي اثار فرعونيه ويونانيه ورومانيه، عندي انواع كثيره جدا من الاثار اللي موجوده في مصر. طيب هقول لك على معلومه مهمه جدا، وبيقول لك سنه 2007 زار منطقه الاهرامات بس 3 ملايين سائح. بس تخيل عدد الرقم، رقم كبير جدا ان 3 ملايين سائح يجوا بس يزوروا الاهرامات. ده طبعا بيدخل لمصر دخل قومي ايه؟ كبير جدا. طيب تاني نوع من السياحة الثقافية، احنا كده خدنا اول نوع اللي هو السياحة ايه؟ التاريخية. ده نوع من انواع السياحة الثقافية. حلو جدا. طب النوع التاني من السياحة الثقافية حاجة اسمها سياحة المؤتمرات. يعني ايه مستر مؤتمر اصلا؟ المؤتمر ده يعني ان شاء الله انت لما تكبر وتبقى دكتور وتكتشف مثلا دواء جديد، تمام؟ فانت دلوقتي عايز تعمل مؤتمر عشان تناقش الأطباء من جميع دول العالم الدواء ده فايدته إيه؟ الأعراض الجانبية بتاعته إيه؟ بيعالج إيه؟ فهتبتدي إن أنت تتناقش معاهم عشان تشرح الدواء اللي أنت اكتشفته ده أو اخترعته ده إيه أضراره وإيه فوائده وبيعالج إيه بالظبط. يبقى ده اسمه مؤتمر إيه؟ مؤتمر طبي. وزي ما قلنا إن مصر نجحت، يعني نجحت بشكل كويس جدا ان هي تنجح في هذا النوع من هذه السياحة اللي هي سياحة ايه؟ المؤتمرات. وده بتعتبر شهادة دولية على نجاح مصر في هذا ايه؟ في هذا النوع من السياحة. ومصر كمان بتستضيف حاجة اسمها المؤسسات العالمية والاقليمية. زي ايه؟ زي مثلا جامعة الدول العربية. ايه فكرة الجامعة الدول العربية دي؟ ان كل الدول العربية بتتجمع في مكان اللي هو القاهرة. طب بتتجمع مع بعض ليه؟ رؤساء الدول بيتجمعوا مع بعض ليه؟ عشان لو حصل اي مشكلة، اي علاقات تجارية او سياسية او اقتصادية ما بينهم، انهم بيحاولوا انهم يقعدوا مع بعض ويتناقشوا ايه فيها، ازاي يحلوا المشكلة دي او ازاي يعملوا التعاون الدولي ده ما بينهم. يبقى اسمها ايه؟ جامعة الدول العربية، ودي موجودة في القاهرة. طيب تالت نوع عندي حاجة اسمها سياحة المهرجانات والمعارض. ايه مصر سياحة المهرجانات والمعارض دي؟ اول حاجة لازم تعرفها ان المهرجانات والمعارض دي بتنشط السياحة، يعني بتزود السياحة. طب ازاي؟ زي مثلا مهرجان كل سنة بيتعمل في يوم ليلة القدر، ده في شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين. بيحتفلوا في اليوم ده بحافظة القرآن الكريم، بيجيبوا جميع من جميع دول العالم الناس اللي حافظة القرآن
خلاص القرآن الكريم، وبيعملوا لهم احتفالية وبيديهم ايه جوائز وكده. يبقى ده من السياحة ذات طابع ايه ديني، وده مهرجان. طيب عندي مهرجانات فنية. يعني ايه مهرجانات فنية؟ زي مثلا مهرجان الجونة اللي بيتعمل كل سنة، ده بيجيبوا احسن ممثل او احسن مغني وبيدوله ايه جوائز وبيحتفلوا بيه. عندي برضو نوع تاني حاجة اسمها المعارض. ايه المعارض دي؟ زي معرض القاهرة الدولي للكتاب. بمعنى ايه؟ ان من كل المؤلفين اللي بيكتبوا الكتب من جميع دول العالم بييجوا مصر. طب بيعملوا ايه في مصر؟ بيعرضوا الكتب بتاعتهم دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب عشان يتباع، وده برضو سياحة. مش هو انتقل من مكان لمكان، يبقى دي ايه؟ سياحة. يبقى انا عندي ثلاث انواع من السياحة ايه؟ الثقافية. ايه هما؟ السياحة التاريخية والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض. ايه هما؟ السياحة التاريخية والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض. التلاتة دولت من السياحة الثقافية. ممكن يقول لك كده من السياحة الثقافية وتشوز مثلا الشواطئ، المؤتمرات، السفاري، البيئية. طبعا من السياحة الثقافية حاجة اسمها ايه؟ المؤتمرات، ودي الإجابة الصح. يبقى من السياحة الثقافية ايه؟ التاريخية والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض. طيب ناخد النوع التاني، وده أسهل واحد، اللي هي السياحة الترفيهية. بمعنى إيه؟ رايح تتفسح، زي مثلا سياحة الشواطئ. ومصر طبعا عندها أنتوا عارفين شواطئ جميلة جدا على البحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر. طب إيه المدن اللي موجودة على البحر المتوسط؟ زي مثلا العريش، بورسعيد، الإسكندرية، مرسى مطروح. طب ايه المدن اللي موجودة عند البحر الأحمر؟ الغردقة وشرم الشيخ، وطبعا عندي سيناء في ايه؟ في شرم الشيخ. يبقى دي أماكن جميلة جدا جدا وشاطئ، والسائح بيجي يعني بيستمتع بالمناظر الجميلة والمياه الصافية والأسماك الملونة والشعاب المرجانية. فين؟ في البحر الأحمر. عشان عندي الشعاب المرجانية دي موجودة فين؟ في البحر الأحمر، وش موجود عند البحر المتوسط. يبقى شهرة سواحل البحر الأحمر. لما يجي يقول لك كده ليه بتشتهر؟ لأنها تمتاز بمياه صافية، مياه نظيفة، وأسماك ملونة. عندي أسماك ملونة كتيرة جدا في البحر الأحمر، وشعاب مرجانية نادرة. طيب يبقى دي أول نوع من السياحة الترفيهية اللي هي سياحة إيه؟ الشواطئ. طب النوع التاني من السياحة الترفيهية سياحة السفاري. ايه السفاري دي؟ ان انت تروح مثلا مكان في الصحراء وتعمل حاجه اسمها كامبينج، يعني تعمل تخييم، تجيب خيمه كده في الهواء النظيف. وده نوع من نوع السياحه اسمها نوع من انواع السياحه اسمها سياحه المغامرات، لان فيها مغامره. ان انت تعيش في الصحراء او تقعد مثلا يوم او يومين في الصحراء، دي مغامره طبعا. يبقى لما يجي يقول لي ما المقصود بسياحه السفاري، هقول له كده نوع من سياحه المغامرات يتجول فيها السائح. يعني السائح بيروح الأماكن دي اللي هي فين بقى؟ المناطق الصحراوية والجبلية. طيب هو بيعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي أنا تمام رحت الصحراء وعملت كامبينج وقعدت كده بستمتع بالحياة الطبيعية، ما فيهاش ولا تلوث ولا عربيات ولا إزعاج ولا أي حاجة خالص. يبقى قلنا سياحة السفاري هو نوع من سياحة المغامرات. من اللي بيقوم بيها؟ السائح. يبقى نوع من سياحة المغامرات الذي يقوم بها السائح في المناطق ايه؟ الصحراوية والجبلية. طب ايه الهدف منها؟ الاستمتاع بالحياة الطبيعية، تمام، ومراقبة الحيوانات والطيور في الصحراء. طيب عندي تالت نوع من السياحة حاجة. احنا كده خدنا السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية. طيب تالت نوع بقى من السياحة الترفيهية حاجة اسمها السياحة البيئية. يعني ايه مستر؟ قصده بيها او الهدف منها زيارة المحميات الطبيعية. محمية؟ يعني ايه محمية؟ المحمية ده ممكن يكون مكان في الارض او في المية. المكان ده بيحتوي على نباتات وحيوانات او كائنات حية نادرة يجب الحفاظ عليها، لازم نحافظ عليها. عشان كده سميناها ايه؟ محمية. يعني مكان بحمي من الحيوانات ايه؟ النادرة ان هي تنقرض. انا عندي انواع كتيره جدا، يعني عندي محميات كتيره جدا من المحميات في مصر. زي ايه؟ محميه سيوه، محميه وادي الريان والحيتان، محميه الصحراء البيضاء،
عندي محمية اسمها وادي العلاقي، محمية جبل علبة، محمية وادي دجلة، ودي قريبة موجودة في المعادي ممكن تروح تزورها، أو محمية سانت كاترين في شبه جزيرة إيه سيناء. يبقى أنا عندي محميات كتيرة جدا، وعندي محمية مهمة جدا 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 هي مش موجودة في الخريطة بس، ولا حتى موجودة في خريطة الكتاب، بس هي موجودة فين؟ شايف بحيرة ناصر؟ هي فوقيها شوية عند أسوان، بحيرة اسمها غزال وسالوجة، غزال وسالوجة. يبقى قصده بيها السياحة البيئية دي ايه؟ زيارة المحميات الطبيعية. يبقى سهلة جدا، يبقى ايه هي السياحة البيئية؟ هي زيارة المحميات الطبيعية زي محمية جزيرة سالوجة وغزال في أسوان، محمية الصحراء البيضاء دي محافظة الوادي الجديد، ومحمية وادي الريان والحيتان دي في محافظة ايه؟ الفيوم. ومهم جدا تحفظ محمية جزيرة سالوجة موجودة فين؟ في أسوان. الصحراء البيضاء موجودة فين؟ محافظة إيه؟ الوادي الجديد. محمية وادي الريان والحيتان موجودة فين؟ موجودة في الفيوم. مهم جدا تحفظ أماكنهم، يعني أسماء المحافظات بتاعتهم. طيب، رابع نوع من السياحة الترفيهية حاجة اسمها السياحة النيلية. مفيش أسهل من كده، باينة من اسمها. بمعنى إيه؟ إن أنت تركب باخرة أو مركب وتمشي في النيل. يبقى تتمثل في رحلات المراكب الصغيرة والبواخر النيلية والفنادق العائمة. خلاص، طب أهمية السياحة النيلية؟ طبعا دي أنت لو ماشي على نهر النيل هتمشي على المدن، يبقى التعرف على معظم مدن مصر. يبقى إيه أهمية السياحة النيلية؟ التعرف على معظم مدن إيه؟ مصر. طيب، تالت نوع قصد بيها السياحة الرياضية، ودي برضه سهلة جدا، زي ايه؟ اي رياضة، زي سياحة الغوص والرياضات المائية عند سواحل البحر الاحمر. خلاص، والبطولات زي مصر كده عملت بطولة الاسكواش، بطولة عالمية يعني، كاس العالم الاسكواش، كاس افريقيا اللي هو كاس افريقيا اللي هو اتعمل سنة 2006 واحنا كسبناها. تمام، يبقى عندي دي حاجة اسمها سياحة رياضية. طيب بعد كده السياحة الطبية، ودي باينة جدا، يعني ايه؟ رايح اتعالج. تنتشر في مصر العديد من العيون الكبريتية والمعدنية، ودي خدناها السنة اللي فاتت، مثل عيون موسى، ودي موجودة فين؟ في سيناء. رايح عيون موسى عشان يتعالج. تمام، بعد كده عند الرمال الساخنة، ودي يعني ليها خلاص بعض المميزات زي علاج مثلا ايه امراض العظام والامراض الجلدية. يبقى عندي نوع من انواع الرمال بيقوم الانسان بدفنه، مش دفنه كله يعني، بيدفن جسمه عشان يعالج بعض ايه الامراض اللي عنده زي امراض العظام او الامراض الجلديه. يبقى الدفن بالرمال الساخنه صوره من صور السياحه ايه الطبيه. هنا بيقول لي ما المقصود بمحميه طبيعيه، واحنا قلناها مساحه محدوده من الارض او المياه او بعض المناطق الساحليه يعني على البحر، تتميز بوجود كائنات حية لها قيمة ثقافية وعلمية تقوم الدولة بإيه؟ بحمايتها.